رجعنا لكم مرة تانية وبنختم مع فضيلة الشيخ دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. أهلا وسهلا، اهلا بيك حبيبي، النور ده. ربنا يبارك لك. وكمان بنرحب بأستاذة منال محمود مذيعة الإشارة اللي مشرفانا ومنورانا دايما زي كل يوم اثنين وثلاث. النهاردة إن شاء الله هنبتدي بالآية 155 تمام. من سورة البقرة. إحنا كنا إمبارح نهينا بيها بس ما شرحناهاش. نعم، نقراها تاني بقى. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مرة تانية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. تخيل لما ربنا عز وجل يعني يقول قولا مؤكدا، هو لو قال القول وخلاص احنا مصدقين ربنا، لما كمان يأكده باللام ثم النون لنبلونكم، يعني ما فيش مفر من الابتلاء. الناس اللي فاهمة ان عشان انا قلت انا مؤمن ان لازم امشي على حرير، واعلى الوظائف تترمى تحت رجلي، والفلوس ملهاش عدد، والصحة مش عارف ايه، وي 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 وي، لو كان الامر كذلك لصار الناس كلهم مؤمنين. او هيكفر ليه؟ ده هو بيكفر عشان الدنيا، فلما نجيب له الدنيا بقى مع الايمان ده حاجه كويسه. ربنا عايزنا نؤمن علشانه مش عشان حاجه، مش عشان دنيا، بالعكس. ده اللي بيؤمن عشان الدنيا ملهوش لازمه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ماشي كده على خيط، فإن أصابه خير هي الدنيا كويس قوي، اطمأن به. عارفهم دول. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، ده الدين وحش. لا يسيم متشكرين الله غنى عنك. وفي هذا السياق يقول ربنا عز وجل: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فض. في الوقت اللي كان الناس عايشة فيه في عريشة، في خيمة، في بيت من الطوب اللبن، يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، يعني أسانسيرات بقى وبتاع، شوف إمتى الكلام ده، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفة. بس دي سنة ربنا. ربنا عز وجل بيبتلي أهل الإيمان، بيبتلي أهل الكفر، الاتنين مع بعض، بيبتلي الكل. فالمؤمن يبقى مدرك ده، انا موجود في الدنيا عشان اختبر، فلما يجي لي الاختبار والابتلاء ما يفاجئنيش، احمده، احمده سبحانه وتعالى واصبر عليه واتعامل معاه طبيعي، لان انا مؤمن وعارف ده كويس قوي. طب هيبلني بايه سبحانه وتعالى؟ بشيء من الخوف والجوع. بقى كده يقول لي فسر لي الجوع ده: نقص من الاموال والانفس والثمرات. الخوف كان الصحابة رضوان الله عليهم في خوف إلى أن فتح الله عليهم مكة. يعني طول الوقت خايفين، في مكة خايفين من اللي هيأذيهم عشان مؤمنين، في المدينة خايفين من اللي هيحاربهم، ما أمنوش إلا هناك في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فده الخوف، زي ما هو حاصل النهاردة، تلاقي بعض الدول مهددة، الناس فيها مهددين، خايفين، وجلين، في خوف. الارهاب اللي بيحصل في بلادنا ده ما ده ابتلاء من ربنا. اصعب حاجه الناس تبقى مش امنه. ايوه، ما ده ابتلاء من ربنا، ده ابتلاء. الناس تبقى خايفه، تبقى قلقانه، تبقى بالذات اللي في المواجهه، اللي في وش المدفع زي بيقولوا، اللي مطلوب منهم ان هم اللي يامنونا ويحافظوا علينا، جيشنا وشرطتنا الى اخره. فكل دول ده ابتلاء من ربنا، شيء من الخوف والجوع. ممكن الدوله تبقى غنيه لكن في لحظه من اللحظات ما عندهاش قدره تستخرج كل خيراتها، فيبقى الناس مش قادرة. ممكن يبقى في عندي لسبب او لاخر مجموعة خائفة ما عندهاش قدرة. عن لما نتكلم مثلا عن مجموعة طلعت تلاحق الاجراميين دول ولا الارهابيين في صحراء سيناء مثلا، ففقدوا الماء والزاد، بقوا ايه؟ جوع، جوع. فاللي زي دول بنقول لهم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، والبشر كلهم بقى، ونقص من الاموال والانفس والثمرات. هو اوعى تفكر انك انت ما دام خلاص ربنا رزقك بالمال يبقى انتهى الموضوع وانت بقيت غني غني خلاص، لا، قد تتحول الامور وتنقلب في لحظه، في لحظه، ويصبح الغني فقير والفقير غنيا،
فلسنة ربنا، فلازم تبقى عامل حسابك على ده. عندي زراعه وعندي بتاع وما شاء الله كل سنه بتجيب لي، سنه ما جابتش هبقى صابر، ابقى مدرك ده. عندي انا اسف مزرعه وفيها مواشي وبتاع وكل شويه بتنتج وزي الفل، جت سنه ما انتجتش ولا قدر الله حرقت والدنيا باظت، ابقى صابر على ده. ودي من اكتر الاختبارات اللي ربنا بيختبرنا بيها طبعا، الحاجات اللي هي ماديه طبعاً. شويه وده هيحصل لاهل الايمان زي غيرهم، عشان بس الناس ما تتصورش ان الابتلاء جاي لاهل الايمان بس، هو جاي لاهل الايمان ولغيرهم. ده صحيح، بس اهل الايمان بيبقى واضح قوي. ليه؟ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ فشيء طبيعي ان لازم يختبر ولازم يفتتنوا، والكلام ده مش بس لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ده حصل لكل الامم ولكل الشعوب. وعشان الناس برضه تاخد بالها، الابتلاء بهذا النحو يكون اعلى واشد كلما ازداد الايمان وتعمق، مش العكس. فالناس تطمن وما تقلقش، لما تلاقي الابتلاءات نازله على دماغك ما تزعلش، قول يا رب لك الحمد بس ربنا جعلنا من اهل الايمان، واصبر ربنا هيزيدك. ونرجع الى الصلاه دايما. نعم حبيبي، ونرجع الى الصلاه، نرجع دايماً. زي ما قلنا المره اللي فاتت بالصبر والصلاه، والصلاه بالذات هتريحني وهتعيني على الصبر. لما بلاء يشتد عليا افتكر كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل اي الناس اشد ابتلاء، كان ممكن يقول كفره، عارف الرد كان ايه؟ الانبياء ثم الاولياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اطمن إيمانه قوي زيد له في البلاء. عشان وإن كان في دينه رقة خفف عنه. مرة بقول الكلام ده فواحد تداخل معايا وقال لي يعني يا مولانا هو ده جزائي عشان إيماني قوي؟ طب يبقى إيماني ضعيف وخلاص. ماشي يا سيدي، خلي إيمانك ضعيف، بس إيمانك الضعيف ده مع أول تكة هترتد. صح. هتبعد. هتبقى في حتة الجنة والنار طبعا متجنب. مع مشيئة الله. احنا كلنا في مشيئة الله، بس في أسباب. لكن اللي ايمانه قوي ومش بس ان شاء الله بيكون في الجنه، الجنه نفسها درجات يا شريف. يعني ممكن تيجي تقول لي والله انت ساكن فين في التجمع، التجمع نفسه درجات. صح، فاهم الفكره؟ اللي قاعد في التجمع درجات، الجنه درجات بقى يعني ملهاش نظير في الارض. الواحد دايما يحاول يطمع ان هو مش بس يخش الجنه، الأعلى. بس يخش في الدرجات الاعلى طبعا بقى. يعني كونك تبقى مع سيدنا النبي مرافق ليه في نفس الدرجه ولا تبقى بعيد عنه بمسيرة 500,000 سنة. صحيح. فالناس لازم تفكر بالشكل ده، انا مش بس نفسي اخش الجنة، طبعا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، لا ده انا طموحي ان ابقى بدرجات عائلة، ان ابقى مع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعملي اهلني لده، طب عملي ما اهلنيش من صلاة وصيام، يقوم يأهلني الصبر على البلاء. وده اللي الناس مش مدركاه. حد يقول البلاء بيحصل للصغار ليه؟ بيحصل للطفل وبيحصل ومش مكلف اساسا. يبتلى به ابوه وامه. حد يقول طب الطفل بيتعذب، خلاص دي قدر ربنا، سنه ربنا، هذه اراده الله عز وجل، مالناش فيها تدخل. مالناش فيها تدخل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرين بقى؟ كل حاجه عندنا لها معايير. يعني ما تجيش تقول لي الحلقه بتاعتك يا سالم كانت ناجحه، ايه مؤشرات نجاحها؟ في مؤشرات. لا الشراب اللي انت جايبه لي ده اليانسون ده مظبوط 100%. ايه مؤشرات انضباطه؟ هل مثلا سكره كويس؟ مش عارف، يعني في حاجات، كل حاجه لها مؤشرات. فما هي المؤشرات اللي تقول لي ان انا صابر؟ ما ينفعش كلمه كده اي حد يقول لك الحمد لله انا صابر وتلاقيه لا. انت الصبر ده يعني شو؟ يعني حاجات بتحصل، حاجات بتعملها، الصبر ده يعني على نفسك في حاجات. بتصبر على حاجات. كل ده انا بحس كل ده بيقربنا من ربنا اكتر. الصبر في ادنى درجاته يعني ثلاثه معايير. ايه بقى؟ ثلاث معايير، اذا ما توفرتش ما بقتش صابر، وده في ادنى درجاته. ما تكلمش على متوسطه ولا اعلاها. ادنى درجات الصبر ثلاث معايير عشان ابقى صابر. لساني صابر فلا يشكو الا الى الله. انما اشكو بثي وحزني الى الله. صحيح. لا بشكي لابني ولا لابويا ولا لامي ولا لاخويا ولا لجاري. شكوايا لمين؟ لله. بس اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي. لا راح يشتكي هنا ولا يشتكي هنا. زي ما نقول كده الشكوى لغير الله مزله. ماشي تمام. فما يجيش واحد يقول ايه؟ انا صابر، شفت ربنا عمل فيا ايه؟ انت ما انت صابر كده. شوف ربنا عمل فيا ايه، يبقى ما انت الصابر. خلاص كده. يبقى حبس اللسان عن الشكوى. حبس النفس عن الجزع، معيار رقم 2. تقول لي ما انا مش جازع، بس انت جواك كانك عايز تقول لي يا رب كده اشمعنى انا، ومتاثر قوي وظاهر على وشك التاثر ده.
فما ينفعش. حبس الجوارح عن فعل المكروه، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ده ايه ده يعني؟ مش فاهم. يعني انت عارف عند المصيبة والعياذ بالله تلاقي الستات يروحوا لطمين، يضربوا وشهم، يروح شاقين جلابيتهم كده، ايه يا جملي يا سندي يا مش عارف ايه، كأني يعني ربنا هو، استغفر الله العظيم، هو اللي ربنا يموتش. ما ربنا هو السند مش مثلا. ما هم مش فاهمين بقى ده. بس داخل مش الحاجات دي بطلت؟ بطلت؟ ده عندك. خلينا نعمل حملة عشان نبطلها من برنامجك، ربنا يكرمك. الصبر اذا ليه ثلاث معايير دول. طب في حاجة بعد الصبر؟ قال له اسمها الرضا. الرضا ده ليه برضه مؤشر؟ قال له ايه مؤشره؟ ان الناس تشوفك، يا رب يعافينا يا رب، تشوفك بعد المصيبة تلاقيك تماما كما كنت قبل المصيبة. كأنه ما حصلش حاجة. انه ما حصلش حاجة مهما كانت المصيبة عظمتها. في حاجة اعلى؟ قال له ايه الشكر. ايه الشكر ده؟ ده مصيبة يا مولانا، نشكر؟ قال له يعني ايه؟ سيدنا النبي لما حصلت مصيبة احد، هزيمة واستشهاد 70 من خيار الصحابة وكلهم خيار، صف الصحابة خلفه وقال كوموا خلفي اثني على ربي، احمده. صحيح، بنشكره. دي اعلى درجات الايمان اصلا. اعلى درجات الايمان انك حتى عند المصيبة تشكر ربنا، الحمد لك يا رب. يا ايه اللي يعيننا على كل ده؟ انا بالتاكيد حد من المشاهدين هيسالنا سؤال منطقي، ده ايه اللي يعيننا على كل ده؟ ايه اللي يعين ان انا ابني يموت وانا بحبه قوي وما عنديش غيره؟ شوف انا بفترض اهو، وما عنديش غيره، ومش هخلف تاني لكبر سني ولا لاخره. ايه اللي يعيننا على ان اصبر؟ ايه اللي يعيننا على ان اصبر لما فلوسي تروح وانا ما عادش عندي فلوس؟ اللي وظيفته تروح وانا ما عادش عندي وظيفه؟ ايه اللي حاجات كتير قوي، صحتي راحت وانا ما عادش عندي صحه. ايه اللي يعيننا على ده؟ يعيننا عليها اولا ما اعده الله لي من الدرجه. الجزاء مش هنا، الجزاء هناك. صحيح، ربنا يقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، فما ضيعوش بقى. بالمنطق ده امراه اعرابيه، امراه من السلف الصالحات، راحوا النساء راحوا يزورنها، وانت عارف النسوان لما بيروحوا في ميتم بيجاملوا بقى، فاللي بتبكي واللي بتولول وبتاع، وهي قاعده الست صاحبه المصيبه ثابته هادئه راضيه، راضي ما كان ما فيش عندها ميتم. فواحده فضوليه بتقول لها مالك يا ستي، هو كان مزعلك وبتاع وانت يعني مبسوطه انه مات؟ قالت لا والله، لقد كان ابر ما يكون الولد بامه، بس ذهب الولد، افاجزع فيذهب الاجر؟ خلاص انا بحافظ على الاجر. الحكمه بقى، هو ربنا خد الولد، طب امشي كمان الاجر؟ الناس اللي زي كده، معلش عايز اقطعك، الناس اللي زي كده اللي هم بيجي لهم مصيبه كبيره او حاجه بتلاقيهم راضيين قوي، هو ده يعني بعد كده حتى مع الوقت تلاقيهم هاديين قوي. صحيح، الناس بقى اللي بتقعد تولول زي ما بنقول كده بيفضلوا في كآبه طول الوقت، طول حياته. والله الستات بيتصلوا بيا يقول لك انا ابني مات من 10 سنين ولسه النار قايده في قلبي. ما هو انت لو من البدايه شعرت بكلمه احنا بنقوله ده كانت خلصت، كنا ارتحنا. وكل شيء يولد صغيرا فيكبر الا الهم والمصيبه، تولد كبيره بعدين تصغر تتلاشى. خلاص؟ طيب، اللي يعني بقى على الصبر مره اخرى، اتفقنا، الحفاظ على الاجر، وانه كده كده المصيبه وقعت خلاص. يعني هل هي لو عملت اللي عملته الواد هيرجع؟ مش راجع. فالمصيبه حصلت، يبقى نحافظ على الاجر. ده رقم واحد. رقم اثنين، من الذي انزل بي هذه المصيبه؟ ربنا. اليس الله تعالى ارحم بي من امي؟ اكيد. بلى، عندنا نص بكده. اكيد، لله ارحم بعباده من الام بولدها. طب لو ام هي اللي بتختار لي مستقبلي وحياتي وحاضري ومستقبلي، تختار احسن حاجه مش كده؟ طب اذا كان ربي سبحانه وتعالى والذي يختار لي، هيختار الاحسن، فلازم اختار الاحسن. اذا علي ان ادرك ان اللي اختبرني وابتلاني بالمصيبه دي هو ربي، وربي احن علي من امي. اذا ما اختاره لربي فهو قمه الحنان وقمه الود، فلازم اقبله ولازم اسعد به، مش بس اقبله. اذا اضفنا لده رقم ثلاثة بقى، من الذي يعلم ما يصلحني وما يفسدني؟ الله. امي لو موجودة الله يرحمها ممكن تقول لي والله ده انا كان نفسي يا ابني تبقى رئيس جمهورية، لكن ما تعرفش صالحي فين، ما تعرفش ده هيفسدني ولا هيصلحني، مش كده؟ فممكن تختار لي حاجة وتتمنى لي حاجة تفسدني. انما ربنا بقى ما بيختارش حاجة لتفسد، لما هيختار لي حاجة هي الاصلح ليا. ده صحيح، والدليل على ذلك انا هدي مثل واحد بس، وعندنا ثلاثة في الكهف، بس هدي مثل واحد منها بس. سيدنا الخضر مع سيدنا موسى
قتل الصبي الغلام سيدنا موسى اتجنن. استغفر الله يعني عفوا سيدنا موسى يعني. يعني حصل يعني عنده يعني. طبعا عشان ما حدش يمسكها ازاي ازاي يقتل الغلام يعني؟ اقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ ده صبي وعيل ولسه براءة عفوا براءة الاطفال وبتاع، ازاي تقتله؟ يقوم يعلله بعد كده، فاما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى ده لو كبر بلغه العصر كده يبقى مدمن فاسد، هيطلع يعني روح ابويه هيكفرهم بالله. فلما تخير ابوين مؤمنين، ابنكم يموت ولا يكفركم؟ لا مع السلامه. ما اعتقدش حد صاحب فطره تبينا دلوقتي لو سالت السؤال ده ابنك يموت ولا تكفر انه هيقول لي اكفر. ما اعتقدش صاحب الفطره السليمه، لا ابني مع السلامه الى رحمه الله، ولعله لما يقبضه صغيرا هيعافيه من ايه؟ من السؤال يوم الايام. صح، انه مات صغير يبقى كسب بحركتين. كسب ان ابنه ينجو الى الجنه لانه مات صغير قبل التكليف بدل ما يبقى كافر. نمره اتنين انه هو نفسه حافظ الله له على الايمان بدل ما ايه؟ بدل ما يكفر. بهذا المنطق علينا ان نتفكر. بس هل مطلوب بقى ان ربنا عز وجل يبعث لي ولكل حد فينا خضر عندما تصيبنا مصيبه عشان يقول لي علتها ايه؟ عشان يقول لي، عارف في مثل كده ايه يعني؟ ربنا بعت لنا القران في كل الكلام ده. طبعا عارف في مثل بذكره دايما على سبيل الخيال، عصفور عمال يبني العش بتاعه، فجت ريح وقعت العش، فكانه بيعترض بيقول ليه يا رب وقعت لي عش؟ فقال له يا عصفور قد كان هناك ثعبان قادم لياكلك وانت في عشك، فاقمت الريح لتهلك عشك لتنجو، لك الحمد يا رب. يعمل العش في حته تانية. هي الفكره كده، انا اقدر ابني العش تاني لكن اجيب حياتي تاني منين؟ صح. فالناس لازم تفكر بكده، الزوجه اللي تقولك تفكر بكده، الابن اللي مات ابوه يفكر بكده، الاب اللي مات ابنه يفكر بكده، الاخ اللي مات اخوه يفكر بكده. هنعيش وهنسعد وهنرضى برحمه ربنا وهنستشعر جوانا بحلاوه ايمان ربنا. العنا في الايه الثانيه قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نختم بس او نقول طرف الآية الأخيرة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ناخذ الثانية معاها عشان مرتبطة بها. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مرة ثانية، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. دي برضو من يعني المؤشرات اللي بتقول عن ده صابر ولا مش صابر. القول اللي هيقوله إيه؟ رد الفعل بتاعه إيه لما تحصل له المصيبة؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، يا رب أنا بتاعك، انا وما املكه بتاعك، خدت ابني خدت اخويا خدت عمي. مره عشان نؤكد على الحته دي، ام سليم مات ولدها وكان زوجها مسافر وابنها صغير وسايبه مريض. فلما رجع من السفر، اول ما رجع ستة كانت حكيمه جدا، رجع من السفر خبت على الباب، دخلت له فتحت له تهيأت له الى اخره. ابن عامل ايه؟ ما قالتلوش مات، قالت له هو اسكن ما يكون. الراجل فهم انه ايه؟ نايم مرتاح. فاتعشى وقضى ليله طيبه والى اخره. الاخر كده لما هدأت نفسه قالت له لو ان جارك استودع عندنا وديعه، قال لك والله خد دي امانه عندك، وبعدين جه قال لك ادينا امانتي، تديها له ولا لا؟ قال اديها له. تزعل؟ قال لا، ده شال عني هم. قال له خلاص، ربنا عز وجل استودع عندنا ابننا وبعدين استرده. فراح يشتكي لسيدنا النبي، قالت له قال لها قد احسنت ودعا لهم بالبركه في هذه الليله. شاهد ان كل حاجة في ايدينا، مال، سلطان، عيال، زوجات، كل شيء هو عارية من الله سبحانه وتعالى. احنا نفسنا، حياتنا نفسنا، روح اللي جوايا دي عارية من الله، يستردها وقت ما شاء. فلما يستردها اقول له ايه؟ انا لله وانا اليه راجعون. لما مات زوج ستنا ام سلمة اللي اتجوز بعد كده سيدنا النبي، كان بيكنى ابو سلمة. فلما مات ستنا ام سلمة كانت شايفه ان مفيش حد في الدنيا زيه غير سيدنا النبي. يعني محدش احسن منه الا سيدنا النبي، لا ابو بكر ولا عمر ولا اي حد.
رؤيتك كانت كده. وتذكر الحديث النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا اصيب الانسان بمصيبة فقال، ويريد تحفظ الدعاء ده يا مشاهدين بارك الله فيكم، اللهم اذرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، وقال قبلها الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، أخلف الله عليه في مصيبته خيرا منها. فستنا أم سلمة لما مات زوجها قالت والله لأقولن ما قال رسول الله وإن كنت أرى أنه لا يوجد أحسن من أبو سلم. خلصت عدتها، لقت الخطيبة بتخبط عليها، راح تخطبها لمين؟ مش لأبو بكر وعمر، لسيدنا النبي. فقالت الآن عرفت من هو خير من أبي سلم. أوكي. شفت اليقين والإيمان. فالمسلم لما تحصله المصيبة لا قدر يقول كده الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، يكون الجزاء إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك المهتدون. ربنا بيصلي على مين؟ صلى سيدنا النبي، شيء مفرح طبعا مش كده؟ وسيصلي على كل مؤمن وبالذات كل مؤمن صابر. إزاي بيصلي يعني؟ الله يصلي هنا معناها هيمسح قلبي، هينظفهولي، هيشيل منه الخوف والقلق والحزن والغضب، هيربط على كتفي. عارف لما حد يجي يواسيك هيواسيني، ربي هيواسيني، ربي هيكرمني، ربي هيرفع درجتي، ربي هيكفر سيئاتي ويغفر زلاتي، عليهم صلوات ورحمة. ربنا يرحمك بقى، ينتشلك بقى من كل الأهوال البشرية دي ويطلعك لمصاف الصالحين والعباد المؤمنين، فتبقى في معيته وفي رحمته، واولئك هم المهتدون، هم دول اللي ربنا كتب لهم الهدايه سبحانه وتعالى. اللي يقرا الايات دي مش هيتمنى البلاء ولا حاجه، لكن اذا وقع البلاء سوف يصبر عليه. وهيصبر عليه بالمعنى ده. انا متاكد ان في بعض مشاهدينا يقولوا الله لو الكلام ده عرفناه لما اصبنا بالمصائب زمان كنا عملناه. ده احنا اصبنا من عشرات السنين وما كناش عارفين كاملنا فما قلناش. ببشركم اللي أصيب بمصيبة حتى لو من عشرات السنين ونسي هذا الدعاء أو كان جاهله ثم قاله الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، سوف يعطيه الله سبحانه وتعالى هذا الأجر ويخلف عليه سبحانه وتعالى، وأجره عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنسأل تعالى انه لا يبتلنا بالمصائب، واذا ابتلانا فليعنا عليها بالصبر. اعتقد ناس كثيره قوي بعد الفقره دي او الحلقه بتاعت النهارده حاجات كثيره في حياتهم ممكن تتغير الى الاحسن ان شاء الله، بس هي ممكن تهدى ان شاء الله. الكلام اللي قلنا احنا مش يعني ده كلام ربنا ونعم بالله، واحنا بنفسره زي ما ربنا بيقوله بالظبط ونعم بالله. بشكرك، ربنا يبارك فيك حبيبي، الاسبوع الجاي على خير، تشرفنا وتنورنا كالعاده، بارك الله فيك. شكرا خالص جدا لفضيله الشيخ دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الازبك واستاذ الثقافه الاسلاميه بجامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا على وجوده معانا النهارده، وبنشكر كمان الاستاذه منال محمود مذيعه الاشاره اللي موجوده وبتشرفنا وتنورنا دايما كل يوم اثنين وثلاث. اللي متابعش حلقتنا النهارده من البدايه عندنا اعاده 3 فجرا بتوقيت القاهره زي كل يوم. بكره ان شاء الله هكون معاكم، بكره لسه ما قررناش مين هيكون معانا في المطبخ. عندنا بعد كده فقره طبيه زي كل يوم اربع مع استاذ الدكتور احمد عوض الله استشاري حقن مجهري واطفال انابيب وعضو الجمعيه البريطانيه للخصوبه بلندن وصاحب مركز دار الطب. بعد كده فقره جمالك من الطبيعه مع نوكس مع خبير التجميل منى اليماني. يا رب النهارده لبكره مصر بلدنا تبقى في احسن حال، ونشوف مصر ام الدنيا وقد الدنيا. شكرا ليكم وسلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.